لقيت اللي عم تدور عليه؟ شو بيهمك؟ عم فكر حط له برواز على الحيط وعلقه. عمين كنت تتغالظي قبل ما أجي؟ والله عندي فضول إني أعرف. طيب بس على الأقل قلي أنت على شو عم تدور. بعدين أنا كنت محامية، بجوز أقدر وصلك للي عم تدور عليه. تلعبي بلياردو؟ يعني ليه؟ إذا فزتي أنت معي، وإذا خسرتي منسكر الموضوع وما عاد تسألي شي. أنت معي باللي قلته؟ تمام. مو تبكي إذا خسرتي؟ منشوف. تتذكري قواعد اللعبة؟ وقت بنسى ذكرني. طيب بلشي. بلشو؟ أنت بالأول. على فكرة رح تنزعيها إذا ضليتي تعملي هيك. ليش مو هيك بيعملوا؟ بس مو غلط إنه جرب. حلو. تعرفي كيف تفوتيها؟ ورجيني كيف. لكان بلا ما نلعب أحسن. مخي نظيف وبتعلم بسرعة ورح تشوف. طابة البيضة مو هيك؟ يلا تعال. أوه ضبط إيديك هاي. تمام. وهي هيك. تمام. اخترتي طابة تضربيها؟ اخترت. بما أنه هيك خدي هالعرض. إذا بتفوتي طابة وحدة بعتبرك أنت ربحتي. خليها تبين معك. متأكد؟ إيه؟ اتفقنا. على شو عم تدور؟ هذا الشيء اسمه غش على فكرة. مو أنت حطيت القوانين؟ لا تبكي. وهلأ أنا معك. بدي أتأكد إنه السبب وفاة أبي مثل ما مكتوب بالتقرير. برأيك ما مات بنوبة قلبية؟ والله مو عارفان شي، بس حابب أتأكد من سبب موته. بالوثائق في 4 بس بيقدروا يأكدوا لك. وهون فرجينا شطارتك حضرة المحامية.
طيب، وهلأ بدنا نشوف كيف رح نوصل لهالأسماء. كيف؟ سوشيال ميديا أسرع حل، على الأقل خلينا نجرب حظنا. ما في شيء له علاقة بحسين. وقف، رح جيب اللابتوب بس لحظة. هيك أحسن بكتير من الموبايل. دوري لي على هذا بالأول، اسمه مين؟ عادل أوزغال. والاسم الثاني ميت. عنا اسمين من الأربعة ميتين واسمين ما منعرف شو وضعهم، مو هيك؟ مزبوط. بشو عم تفكر؟ والله ما بعرف، بس لازم إني لاقيهم. انتبهي. أنا آسفة كتير، والله مو قصدي، كنت شاردة وما انتبهت انه هون. انا اسفه كتير، هات انا بصلح لك اياها. خلص مو مشكله، ما صار شيء. عن جد خلص غراب، انا بصلحها، هات. بعتذر كتير، بعرف ساعه ابوك قديش غالي عليك. يا الله، انا كيف عملت هيك؟ والله مو بقصدي. هي بسيطه ديلا، خلص. ألو، نعم. ديلا بابا؟ حبيبتي، بنتي، حياتي. لو تعرف شو اشتقت لك حبيبي. أنا كمان. لو تعرفي قديش اشتقت لك. صرت منيحة؟ إيه صرت منيحة، لا تشغل بالك. وأنا هلأ صرت منيحة ديلا. وقت عرفت بإصابتك حسيت حالي رح موت، لأني تذكرت شو قلت لك آخر مرة. خلص بابا انسى، عادي بتصير هيك أمور بين الأب وبنته، وأنا نسيت كل شيء أصلا. ديلا، بدي إياكي توعديني بشغلة. من عيوني، بشو بدك أوعدك؟ كملي اللي عم تعمليه لحالك. ما رح ودعك، انت يلي رح تودعيني لما يجي الوقت المناسب. بنتي بابا بترجاك لا تقول هيك بنوب، نحن الاثنين رح نعيش سوا ولسنين طويلة كمان، ماشي؟ هاد مستحيل. حتى لو خلصت الحكم وطلعت من هون، بهرام ما رح يخليني عايش كتير. انا ما رح اسمح لحدا يمس شعرة من راسك، ومستعدة ضل أحميك لو كلفني هالشي روحي. بابا نحن قدمنا لك طلب استئناف، ورح نخفف فترة محكوميتك قد ما منقدر. رح خلصك بابا، انت بس وساق فيني. بعرف منيح شو عم بعمل. يا روحي أنا كتير بحبك، لا تنسى هالشي. وأنا بحبك كتير ديلا. في شغلة أخيرة بدي أقولك إياها يا بنتي. اصحك توثقي بالغراب، ما بينفع يكون زوج ولا حتى رفيق. بعدي عنه. الغراب صار زوجي هلأ ورح يضل زوجي، لازم تتعود عليه بقى. مستحيل مستحيل. حياتي، في ناس بدهم يحكوا بعدي، منحكي بعدين ماشي؟ يلا
بحبك، ديري بالك على حالك. طيب أنا بحبك كتير كمان، انتبه على حالك وتذكر إنك ما هي بنت رفعت بتضل بنته، لا تنسى. بدي تعرفوا لي وين عايشين وشو بيعملوا بحياتهم، وبتجيبوا لي كل اخبارهم. ماشي؟ ماشي معلم. ما بدك تسألني؟ ليش ما بعتك معهم يعني؟ أنت أدرى مين تبعته. اللي ما خبرك درويش؟ وشو صار حكي؟ لا ما حكينا أخي. درويش هو روحي وقلبي كمان، وهو بعتني لعندك. بس هلأ ما بشتغل إلا مع الغراب، وما بعرف شي من اللي عم يصير بيناتكم. حتى هو ما بيعرف أي شي عنك غير اللي أنت بتحكي له إياه. عم تفهمني أخي؟ الخيانة ما أنا من طبعي بنوب، وما بعرف شو أعمل لأثبت لك هالشي، بس بتمنى تصدقني. أنت رح توعي وتسمعي الكلمة إمتى؟ كيفك أخي؟ ماشي الحال، ليه جاي؟ أخي أنت ليش عم تتحرى عن سبب موت أبي؟ أمك قالت لك. مزبوط يعني؟ ليش أخي؟ فضول. ما تضحك علي. يلا يا زكية، أنا عندي شغل كتير، روحي هلأ. يلا. تعرف واحد اسمه محمود؟ هذا مساعد ديلا بس شغلته فاضية. ليلي شو به؟ انتبه، هو وديلا عم يخططوا لشي. دير بالك أخي، وخصوصي هالفترة كون حذر كتير. انت من وين عم تعرفي كل هالمعلومات هاي؟ عندك جاسوس بالبيت؟ فتوني اللي عم توصل لك الأخبار مو؟ لا أكيد مو هي. كيف لك أن حاطة مسجل؟ الشغلة ما بدها الذكاء، وعندي أساليبي. بالنهاية نحن عائلتك مو هنن يا أخي. لا تكون صريح مع ديلا لأنك مدين إلها بحياتك، بتضل بنته لرفعت. في شي يمكن ما بتعرفه، لما مات بابا كنا بمخفر الشرطة. ليش؟ مشان تدلوا بإفادتكم؟ بعد ما هالحقيرين خطفوك وأخدوك، أمي راحت وعطت الشريط لرفعت. عطتها الشريط بس ما قدرت ترجعك، ألا أنك هربت منهم فحملت الفرد وقوصته. مريم اصحي. لا أمي، لا تتركينا أمي. حتى أنها كانت رح تنتحر بوقتها، بس لما تذكرت أنه نحن موجودين، يعني عندها غيرك ولدين، غيرت رأيها وما انتحرت. وبعدين الشرطة اعتقلت أمي ونحن أخذونا وحطونا بالأمن. شو عم تقولي؟ هاد هو الوقت الوحيد اللي أمي تركت فيه البيت فاضي من 20 سنة. صدقني أمي بحياتها ما تخلت عنك، جربت كل الطرق لحتى تلاقيك، بس هي كانت تفشل. ما بقدر إلك سامحها أو لا تسامحها، بس اسمعها لمرة واحدة. جرب تنسى اللي صار.
تحاول إنك ما تدر لنا ظهرك، لأنه منضل عم نحس بالنقص بلاك أخي. شو غرقت سفينتك وخسرت كل شيء؟ ما بعرف والله، لسه ما قدرت الخسائر. الأمل موجود عندك لكان. الأمل موجود طول ما في نفس. مزبوط. أنت شو اسمك؟ سليمان اسمي. وأنا اليمامة. إيه بعرف. الغراب قال لي عن اسمك. اكتب لي رقم تليفونك. ليش؟ بدي اتحركش فيك. لك خلصني سجله. شو صار لك؟ سجله مشان اذا ما قدرت اوصل لاخي حاكيك. سيب الرقم. حاضر. تمام؟ تمام. لكن يلا بشوفك. بشوفك. جيت يا حبيباتي، ليكني اجيت. اكيد بتكونوا جعتوا، انا الحق علي. ابني صاير معك شي؟ وأنا وصغير كنت شوفك قديه بتحبيهم، وقت تفتحي القفص كنت تنكشي اللي ما عم يطير مشان يقوم يطير. كنت حسك بدك تطيري معهم، يعني كنت قول بدك تروحي معهم لبعيد وتطيري بالسماء. أنا ما كان بدي روح لأي مكان بنوب. أنا الشي اللي كان بدي إياه أني ضل جنبكم. لما رجعت على البيت هديك الليلة، وقتها ما كان في حدا هون ولا حتى الطيور. بوقت اجيت على البيت لقيت البيت فاضي.
والقفاص فاضي. قلت لكم حنطير العصافير لأنه بدنا ننتقل. قلت لكم حنطيرهم. فكرتك رحتي، فكرتك تركتيني. معقول روح بدونك؟ معقول اتركك يا روحي؟ وهلا عرفت انه اخذتي الشريط يومها ورحتي تعطيه لرفعت. هو ابوك كان حاطط الشريط هون بالقفص وشكلي نسيت سكر القفص. ليلتها هربت منه ورجعت على البيت بس ما لقيتكن. ما بعرف شو كان صار لو لقيتكن، يمكن كنت انسى، ما بعرف. معقول يكون هذا السبب اللي ما خلاني انسى اني ما لقيتكن يومها؟ كنت رح انسى كل شي لو عانقتك، كان هالشي رح يطمن قلبي. كان هداك الولد سامحك فورا. بس تركتيني ورحتي. ايه هذا اللي صار. انتي سلمتيني لإلهم. لا، انتي اللي قلتي اسمي هداك اليوم. والله ما في يوم واحد مر علي إلا ولعنت حالي مليون مرة. يا ريت انقطع لساني وما جبت اسمك يومتها. ليه؟ ليه اسمي أنا؟ ها؟ أنت كنت الأقوى بين أخواتك والأزكى كمان. قلت أنت بتتحمل. بعدين كنت رح أخذ لهم الشريط وروح جيبك. والله ما كنت عارفان إنه حيصير هيك. والله والله شو ما عملتي قلبي ما عم يقدر يسامحك. ما بعرف ليش ما عم يقدر. بضل بسأله وبضربه كل يوم بس بلا فايدة. ما عم يقدر. أنا بدي سامحك بس ما عم بقدر. بنوب طلعي فيه. كل يوم بحط راسي على المخدة وبنام على أمل إني سامحك وينتهي كل شي بيننا. بدي أنسى كل شي وأرجع بس ما عم بقدر. ما عم يمشي الحال. كيف بدي أقدر أنساكي وأنتي عم تقليلن اسمي يا أم الغراب؟ كيف بدي أنسى هالعشرين سنة اللي قضيتهم لحالي؟ أه؟ كيف بدي سامح المرة اللي تركتني وحيد ويائس بالحياة عشرين سنة بترجاكي بس قليلي كيف؟ أنا شلون رح سامحك؟ قليلي يا أمي بدي جواب. قليلي شلون؟ قولي هيك هيك يا روحي. هيك هيك يا عمري. هيك هيك يا روحي. هيك هيك يا قلبي وعيوني. هيك يا أمي. يا ريت كان الموضوع بهالسهولة. يا ريت.